مستنيين طبعا تفاعلكم معانا على صفحات قناه الاهلي المختلفه سواء فيسبوك او تويتر بخصوص سؤال الحلقه النهارده، وهو هل تؤيد موقف الاهلي في مواجهه اتحاد الكره ولا لا. هنشوف طبعا اجاباتكم وهنشوف كل ردود افعالكم مع نهايه الحلقه. لكن خليني اقول لحضراتكم ان معايا دلوقتي في الاستوديو بينورني وشرفني الدكتور ابراهيم داوود مدير تحرير الكره والملاعب. يا دكتور منورنا ومشرفنا. اهلا بك يا فندم، انا بسعد دايما بالالتقاء بك. انا اسعد اكيد، انا اسعد اكيد. كيف ترى الموقف الحالي لاجتماع اتحاد الكره وبطوله الدوري وكل الملابسات وبيان النادي الاهلي ومذكره النادي الاهلي؟ شايف الدنيا دي ازاي؟ شايف ان الاهلي يبدو ان البعض راهن على ان اللهجه التصاعديه من جانب النادي الاهلي ستتوقف فقط عند اصدار بيان، ربما محاوله كما كان يدعي البعض ان هي لارضاء جماهيره التي كانت غاضبه من فقدان نقطه او اثنين. تصوروا ان الاهلي مش واخد الامور بالجديه اللازمه عشان يحسم بيها مصالحه ويجيب بيها حقه. الخطوه اللي حصلت امبارح هي المربع، الاهلي دخل المربع رقم 2 من ناحيه التصعيد مع اتحاد الكوره اللي مصمم ان هو يفضل اتحاد عدويه. اتحاد عدوية يعني. اتحاد عدوية اللي هو بتاع حبة فوق وحبة تحت ده. اتحاد شايلني وشايلك. اتحاد الأهلي بيشتكيك للجنة التظلمات وبيبعت لك مذكرة شديدة اللهجة، يا أخي حس على دمك. بدل ما أنت تستدعي النادي الأهلي أو أحد مسؤوليه، لا أنت بتروح لنادي منافس وبتقول له تعالى لي والنبي حل لي الأزمة لأن أنت السبب فيها، لأن أنت مضيت على تعهد أنك تلعب كل 48 ساعة ثم ضربت بكل ده عرض الحائط. الاتحاد الكرة واخدنا على فين؟ بدل ما كلنا يحشدنا في اتجاه بطولة كاس الامم الافريقية المفروض ان هي بالزبط. اصبحت هدف وطني، لا بيودينا في سكة تانية خالص. كان في ايده ان هو يحل الازمة بمنتهى السهولة، كان في ايده ان هو يخلص بطولة الدوري وبطولة الكاس قبل انطلاق بطولة الامم الافريقية بالزبط. ليس كما ادعى رئيس لجنة المسابقات الحاج عامر حسين، واحنا بنكن له كل الاحترام اكيد، وراجل عمل شخصي وراجل عمل هذا الموسم يعني، هو اتعرض لضغوط كبيرة طبعًا يعني طبعا حتى من جانب النادي المنافس نفسه يعني. اكيد، لكن احنا بنقول ان كانت البطولتين والمسابقات المحليه كان ممكن ينتهوا على الاقل في توقيت 3/6 كل الماتشات، فحققنا كل العداله على الاقل. المباريات التي كانت متعلقه بانديه متعرضه للهبوط او تنافس على الهبوط، لو كانت في الكالندر الاتحاد الكوره راعى هذا المعيار كان حقق الشفافية وكان اتلعب الأسبوع الـ 34 زي ما بيحصل في كل دول العالم. في بعض الدوريات أنا أذكر أن الثلاث أسابيع الأخيرة بتلعب كلها في توقيت واحد. مش بعض الدوريات ده تقريبا معظم الدوريات في العالم إن لم يكن كلهم. طب يا أخي يعني الأسبوع الأخير بس، ما ده اللي طلبه النادي الأهلي ما طبقش يعني، في طب ناس خلصت الأسبوع الأخير. طب يا أخي مباراة واحدة بس، طب نص دقيقة، طب نعمل إيه؟ مش عارف. لكن القصة بتاخد يعني منحة ان واحد حضر عفريت، العفريت اللي هو العند مع النادي العند مع الكابتن محمود الخطيب تحديدا. لا دي مهمة دي، لازم نقف عندها. ليه العند بس مع الكابتن محمود الخطيب؟ العند مع الكابتن محمود الخطيب لان لثلاث اعتبارات. اولا شعبية ونجومية الكابتن محمود الخطيب، تمام، وتأثيره على الرأي العام. يعني مش عاوز اكبر الموضوع قوي، لكن على الاقل في وسط جماهير النادي الاهلي اللي هي تقريبا بنتكلم من 65 ل 70 مليون مصري موجودين. فتأثير محمود الخطيب هم عارفين انه ملوش ملكه، ملوش سكه، ملوش مصلحه، مش زي ناس لا داعي لذكرهم او الحديث عنهم يعني. احنا بنحترم كل الناس ومش عايزين نذكر احنا طبعا يعني على الناحيه الشخصيه بنحترم كل الناس وبنقدرهم، ان احنا بنتكلم في عمل اداري، احنا بنتكلم في عمل اداري او في اسلوب اداري بالزبط. فطبعا الكابتن محمود الخطيب ملوش مصلحه معاهم. هيملكوه منين؟ كابتن محمود الخطيب 1+1=2، عف اللسان، صوته مش عالي، مش بيخش معاهم في مصالح وبزنس، مش بيكون بيستخدم كبريدج او كوبري لبعض المواقف والتي لا داعي لذكرها برضو الان يعني. لكن زائد ان محمود الخطيب دايما لما بيتكلم على حق، ما بيتكلمش بطرديات. كل دي الاسباب اللي خلت محمود الخطيب كمان يعني انت بتقارن مين بمين يعني. يعني مع احترامنا لكل الناس، كابتن محمود الخطيب القيمه والقامه والتاريخ
وبعدين هو بيمثل رمز، رمز الاكبر نادي في مصر وافريقيا والشرق بالضبط. الاوسط. ها ما تجيش انت يا ابني امبارح يا اللي دخلت المجال الرياضي ولا الكروي وتعمل راسك براسي. طب عاوز تعمل راسك براسي، طب بقى العداله بالظبط. طيب خلينا عشان ما ناخدش الحوار او البعض ما يفتكرش ان احنا بنتكلم في الموضوع عشان الكابتن محمود الخطيب، لا احنا عايزين نناقش الموضوع بطريقه منطقيه. قرارات النادي الاهلي هل شايفها قرارات منطقيه لصالح الكره المصريه ولا هي بدورها لصالح النادي الاهلي؟ انا باخد من كلام النائب محمد فرج عامر. تمام. قال لك انا لما رجعت الطلبات بتاعه النادي الاهلي قلت انها كلها صح، وقلت ان 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 الدوري انا نفسي كنت متوقع ان هو مش هيستكمل من الاسبوع الاول، من بعد انتهاء الاسبوع الاول. ايه الاهلي قالوا امبارح في بيانه او في طلباته غلط لما قال انت اما بتاجل مباريات الدوري لحد انتهاء بطوله الامم الافريقيه انت بتصدر لي ازمه القيد الافريقي. انت بتصدر لي ازمه انا مشارك في اي بطوله بالزبط. انا مشارك في دوري ابطال ولا مشارك في الكونفدراليه، انا بطل الدوري ولا انا ايه بالظبط؟ يعني حته ان انا اتعرض لغرامات ماليه 250 دولار ثم تصعد ل 500 دولار وهي غالبا هتبقى ال 500 دولار 500 دولار لو قلنا ان الاهلي هيقيد 8 لاعبين جداد، أي مكان الرقم، ألا يعد ذلك إهدار للمال طبعًا العام؟ طبعًا. ده مش يدخل الأهلي ومسؤوليه في شبهة، ده جريمة يعاقب أكيد. عليها القانون أكيد. من يتحمل هذا؟ طيب أنا أسوق حقوقي إزاي وأنا مش عارف أنا بداية الموسم الجديد إمتى؟ طب أنا أحط خطتي الفنية وخطة الإعداد إزاي اللي أنا هدير بيها الموسم الجديد؟ طيب هنتكلم بحاجة أكثر وضوحا وأكثر صراحة، لو الأهلي بيفكر، لو الأهلي كإدارة أو كلجنة كورة بتفكر إنها تعمل تغييرات في الجهاز الفني مثلا، هقدر أخدها إزاي وأنا في تلاحم موسمين مع بعض؟ يعني يمكن التقييم للجنة الكورة لا شافت إن مستر لاسارتي كويس لكن مش هيقدر يكمل للموسم الجديد، هقدر أخد القرار ده إزاي؟ من يتحمل تبعاته؟ هيكمل المدرب الجديد في ما تبقى من مباريات ولا هيروح معايا في الموسم الجديد ولا مستر لاسارت اللي المفروض انه يكمل معايا للموسم الجديد؟ ادي قصه. السوريين دول بيعاملوا معامله المصريين ولا بيعاملوا معامله الاجانب؟ الفلسطينيين معروفين من زمان، هيطبق نفس الكلام بنفس المعيار ولا لا؟ طيب اللاعبين الاجانب هم اربعه ولا ثلاثه ولا خمسه؟ ولا زي ما كان قال البعض خمسة في أرض الملعب ولا ثلاثة ولا ثلاثة ولا في فار ولا في قطة ولا في إيه؟ يعني إحنا مش عارفين القصة راح بينا على فين؟ فين إدارة الكرة المصرية؟ بطولة الأمم، التجارة، الشعار، بطولة الأمم، يا جماعة دي حاجة ودي حاجة، مال ده بده؟ يا عم ما تشوف شغلك يا عم. يا عم ما تشوف شغلك زي أي قطاع من قطاعات الدولة، شوف شغلك الصح، أنت معني بإنك تدير المسابقات صح، تبقى معروف بدايتها ومعروف نهايتها، أنت فين من ده؟ أنت عملت إيه لده؟ أنت هيأت المناخ إزاي؟ انا يعني انا كنادي اهلي او غير كلام اهلي اتفضل. وعدم انتظام المسابقات واللخبطه الكبيره جدا في كره القدم المصريه منذ قليل بالتحديد، انتهت مباراه مصر واوزبكستان بخساره مصر منتخب الاولمبي، بخساره مصر بنتيجه 2-0 قدام منتخب يعني مش موجود على خريطه الكرويه خالص. يعني ده برضو ناتج عن سوء التخطيط وسوء التنظيم للمسابقات، لان اللعيبه الموجوده في المنتخب الاولمبي دول من القوام الاساسي ايضا للاهلي والزمالك والبعض الانديه في الدوري المصري. يعني لا لو القصة معروفة، المنتخب الأولمبي خطة إعداده واضحة حتى التصفيات أو النهائيات اللي هتستضيفها مصر واضحة وضوحة المعالم. النهاردة معظم لعيبة المنتخب الأولمبي زي ما حضرتك ذكرت إن هم كلهم من اللعيبة الأساسيين في الدوري المحلي. طب اللعيبة الأساسيين اللي في الدوري المحلي دول مش المفروض يتعرضوا للراحة ولا هيستمروا ولا الموسم متلاحم؟ طب أنا ليه أخلي 14 نادي، سيبك من الثلاثة اللي هبطوا، يعني في 11 نادي مستمرين الموسم الجديد خلاص خلصوا وتعشت وكل واحد راح لحاله، واللي هيقدر يمشي اللي يمشيه ويقعد اللي يقعده خلاص، وعاوز يغير في الجهاز الفني. طب فين العداله بين ال 11 نادي دول زائد الثلاثه اللي هبطوا وال 14 وبين اربع انديه؟ علق المقاولين والاسماعيلي والجونه معايا ليه على ماتشات فرقه واحده اللي هي الزمالك؟ لان الاهلي كان في امكانه انه هو اللي تاجل له بقرار من اتحاد الكره بمباراه المقاولين، هو الاهلي ما طلبش ان يتاجل له مباراه المقاولين. يعني لو الاهلي لعب مباراه المقاولين كانت تبقى الجونه والاسماعيلي فقط. يعني فريق زي الاسماعيلي ده طبعا خلاص الدنيا فكت.
في نفس الوقت الاهلي كان بيلاعب انديه مهدده بالهبوط وقصه معاه يعني مثلا نار. عشان اوضح كلام حضرتك، الجونه كان مهدد بالهبوط صح؟ مظبوط. بعد مباراته مع الاسماعيلي اتعادل مع الاسماعيلي وضمن البقاء في بطوله الدوري. لو الجونه كان لاعب الزمالك في التوقيت الطبيعي للمباراه والجونه معرض للهبوط، هل كانت دوافع لاعبي نادي الجونه هتكون زي دوافعهم وهم خلاص ضمنوا البقاء في بطوله الدوري؟ لو التزم اتحاد الكوره مسك التعهد اللي كتبه اداره نادي الزمالك ان هو باللعب بعد الكونفدراليه كله 48 ساعه كانت لعبت مباراه الجونه ومباراه حرس الحدود وكل الماتشات بتاعت وكان فاضل ماتش الاهلي والزمالك كان ممكن يتلعب حتى يوم 6 مثلا اللي هو بدايه المعسكر يعني كان ممكن يلعبوا الماتش وانضموا للمعسكر في نفس اليوم صح ولا غلط؟ صح. طيب انت النهارده فكيت لي الجونه في نفس الوقت اللي كان الاهلي متعرض عندنا طلائع الجيش يبقى ماتش ضرب نار سموحه يبقى ضرب نار امبي يبقى ضرب نار طب ليه انت قصدك ايه؟ طب ما تعلم الاول انا بدي الدوري للزمالك خلاص والسلام عليكم وعليكم السلام وتبقى القصه واضحه يعني وضحوا يا بتوع اتحاد الكوره ان انتوا في رغبه جواكم لاهداف عندكم ان الدوري يروح للزمالك وكلنا نرتاح او ان انتوا في نفس التوقيت حطوا معيار يطبق على الجميع. المشكله حتى لو معيار اتحط يا دكتور ما بيستكملش الاخر ما بنمشيش عليه للاسف يعني ممكن يتغير في النص زي ما حصل في يعني مثلا اللوائح بتاعه الاتحاد المصري لكره القدم اللي بتدير المسابقات المحليه احنا مره يقول لك 30 لاعب مره 25 لاعب مره 97 مره السوريين يعاملوا معامله المصريين لا حاجات كتير. بالمناسبه كمان خليني اقول لحضراتكم ان يعني في اخبار دلوقتي طالعه على المواقع ان هيكون في اجتماع من المهندس ثاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري لكره القدم مع الكابتن محمود الخطيب في احد الفنادق الكبرى برعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. والبعض الاخر بيقول ان الاجتماع هيكون ما بين الوزير والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي فقط لغير. كلها اخبار بنقولها لكم دي كانت على المواقع او مكتوبه دلوقتي على المواقع في اللحظات دي، لكن اي خبر رسمي لسه ما خرجش من اتحاد الكره اطلاقا حتى هذه اللحظه. الحل من وجهه نظرك كده؟ انا اعتقد ان اي اتصالات ده شيء محمود ان يبقى في لغه حوار تسفر عن حل ده بس اعتقد ان الكابتن محمود الخطيب مش هيخرج عن اطار التمسك اللي هي العباره اللي وردت في كل البيانات والشكاوي تمسك النادي الاهلي بحقه في بطوله الدوري. هو حق النادي الاهلي بس ولا حق الكره المصريه كلها؟ لا حق الكره المصريه، حق الكره المصريه ان يكون لنا مسابقه منتظمه، ان يكون لنا مسابقه معروف بدايتها ونهايتها، ان يكون مسابقه معروف معيار ولائحه واضحه وشفافه على الجميع، ان يكون من حقنا ان تكون هناك مسابقه تراعي قواعد اللعب النظيف، من حقنا مسابقه ان تراعي مبدا تكافؤ الفرص، كل الكلام ده حينما يتحقق يعني شابوه للكل. انما القصه ان هي تبقى قصه مصالح وعند لا طبعا. من خلال متابعه حضرتك لكواليس اجتماع اتحاد الكره النهارده، اخر الكواليس ايه او اخر المعلومات اللي ممكن تكون وردت لحضرتك كانت ايه؟ برضه هي نفس السياسه، سياسه مسك العصا من النص. طبعا هم في استدعاء تم للرئيس نادي الزمالك فعلا على اساس ان هم يناقشوا معاه امكانيه اللعب بدون الدوليين، ما رشح ان هو ما زال رافض لهذا التصور مع ان كان هدف اتحاد الكوره هو اعلان ان يكون ده بيان مشترك من اتحاد الكوره ونادي الزمالك ان هو بالموافقه على اللعب بدون الدوليين، لكن حتى هذه اللحظه اللي احنا مع بعض فيها على الهواء لم يستطع او لم يتمكنوا من اقناع رئيس نادي الزمالك الذي وضح جليا للعيان انه يدير اتحاد الكره من 100 عقبه يدير اتحاد الكره من 100 عقبه مش من 5 شارع الجبلايه اللي هو المقر بتاع اتحاد الكوره. هذا واضح للعيان. كنت اتمنى بعد الشكوى التي تقدم بها النادي الاهلي ولجوءه للطرق القانونيه فقط عشان يستطيع ان يتمسك بحقه ان يتم استدعاء لمندوب من النادي الاهلي اي مكان كممثل ورمز للنادي الاهلي ونناقش معاه اسباب هذا التظلم، اسباب هذه الشكوى والعمل على حلها. كنت اتمنى هذا. هل اتحاد الكره بيفتقد للشخصيه الاداريه القويه الحاسمه في القرارات؟ مع انهم هم على المستوى الفردي كلهم كفاءات، ما حدش يقدر يتعرض لهم. كفاءات كبيره جدا جدا، محدش يقدر يتعرض لهم. ده يضايق الواحد ان لكن انت عندك هم واحد زي هم كمنظومه واضح ان القصه بتفلت من ايديهم خالص. بتفلت من لان هم تركوا الدنيا السايب في السايب من بدايه الموسم، من بدايه ما كلهم هللوا وصوتوا
من قصة الأهلي ومؤجلاته ومؤجلاته كتير والقصة دي، ابتدت القصة الميزاني يميل والكفة تميل رويدا رويدا، واللي انتهت بالمشهد بتاع مباراة الأهلي وبيراميدز اللي اتأجلت ما نعرفش اتأجلت ليه. وتلعب طب ماتش الكاس يعني عيل تاهي يا ولاد الحلال، حد يدور لنا على ماتش الكاس ده ما تلعبش ليه؟ طب في الفراغات اللي فاتت، طب قبل المعسكر، طب ده الماتش ده ما تلعبش ليه؟ وفي وقت فاضي بدل الأهلي مادة راحة سلبية ثم عودة طب ايه اللخبطة دي؟ طب عضلات اللعيبة دي تتعامل ازاي؟ طب انا هحط برنامج شكله ايه؟ كل الكلام ده ما بيحصلش الا في مصر. هل احنا معرضين لموسم استثنائي جديد في الكرة المصرية؟ قبل ما حضرتك ترد على السؤال ده خلينا سريعا نروح لزميلنا العزيز شريف شعبان من رئيس قناة الاهلي. يا شريف اخر الاخبار والتطورات عندك ايه؟ اتفضل. من جديد تحيه ليك يا زميلي امير، وطبعا نقدر الوقت الكبير استاذ ابراهيم ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك. ان اتحاد الكره في اجتماعه مستمر للان، ولكن ممكن منذ قليل في مركز التعليم المدني المجاور لاتحاد الكره المصري يوجد اجتماع الان في حضور طبعا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي كابتن كبير كابتن محمود الخطيب، وانضم لهذا الاجتماع منذ قليل رئيس اتحاد الكره المصري المهندس هاني ابو ريده ومدير التنفيذي لاتحاد الكره المصري العميد ثروت سويلم. ده دلوقتي يا شريف ده دلوقتي حالا، ويمكن ده اللي اخر قرارات اتحاد الكره المصري. المجلس اداره اتحاد الكره المصري الان منعقد بانتظار خروج المهندس هاني ابو ريده من اجتماع الوزير واجتماع كابتن الخطيب علشان خاطر يطلعوا على الاعلاميين ويقولوا قرارات. الان في اجتماعين، اجتماع في مجلس اداره اتحاد الكوره من غير هاني ابو ريده اعضاء الاتحاد فقط، وعلى جانب او مجاور لاتحاد الكوره اجتماع اخر برئاسه الوزير ورئيس النادي الاهلي ورئيس اتحاد الكوره المصري. الجميع في انتظار قرارات معاك اول باول لحظه بلحظه كل ما هو جديد على الساحه الرياضيه خاص وحصري على الشقاط النادي الاهلي. زميل عميري اتفضل. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. الاجتماع في مركز التعليم المدني بجوار اتحاد الكوره مباشره، يعني اجتماع زي ما قال لنا شريف كده ما بين المهندس هاني ابو ريده واللي هو رئيس طبعا الاتحاد المصري لكره القدم ووزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي ورئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب. اجتماعين، اجتماع في اتحاد الكوره من غير المهندس هاني ابو ريده، واجتماع في مركز التعليم المدني بجوار اتحاد الكوره مباشره ما بين المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري وزير الشباب والرياضه ورئيس النادي الاهلي. هل الاجتماعات دي ممكن تجيب نتيجه؟ انا قلت لحضرتك من شويه ان اي تحرك يهدف منه الى الحوار بهدف الوصول الى حل هو 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 اتجاه محمود. عندي ثقه، عندي ثقه ان هيرشح عن هذا الاجتماع حل. لان ممكن يكونوا المسؤولين في اتحاد الكره رايحين بحلول وسط. تمام. لكن انا واثق في الكابتن محمود الخطيب ان هو هيخرج من هذا الاجتماع وهو برضو محافظ على الثلاث كلمات. الاهلي يتمسك بحقه في الدوري العام. قبل المداخله كنت بقول لك هل احنا منتظرين موسم استثنائي اخر ينضم لكميه المواسم الاستثنائيه في تاريخ الكره اذا اديرت قولا واحدا، اذا اديرت المسابقه بنظام استكمال المسابقه الكماله اذا كان في محل كشري الكماله بعد بطوله الامم الافريقيه، بالتاكيد احنا هذا الموسم سينتهي ما بين دوري وكاس في نهايه اغسطس. معنى كده ان احنا محتاجين على الاقل شهرين او شهر ونص او شهر حتى راحه. احنا بنتكلم ان الموسم مش هيبدا الجديد الا في شهر 10، مع ملاحظه ان بطولات الانديه الافريقيه هتبدا شهر 8. في شهر 8 في الادوارها الاولى. يعني انت على الاقل كده يعني تلاحم موسمين، الموسم السابع على التوالي. بالظبط، الناس بتحاول تنظم نفسها واحنا بنحاول نلخبط نفسنا كاتحاد او كمنظومه. مع ان انت لو نهيت الموسم قبل بطوله الامم الافريقيه قولا وحلا او حتى بالتزامن معها بنظام اللعب بدون الدوليين، انت في النهايه بتمنح كل اللاعبين الراحه الكامله والراحه الكافيه اللي يستطيعوا من خلالها ان هم يواصلوا موسم جديد. كده ممكن ان انت تبدا الموسم الجديد في شهر اغسطس. الكوره في ملعب اتحاد الكوره، ربما تكون في ملعب الوزير الان. ممكن. ربما ممكن اكيد نتمنى حل في النهايه لهذه الازمه، وخصوصا ان موضوع القيد ده موضوع شائك جدا، ومش هتقدر ان انت تأيد اي لعيبه خالص، حتى الفرق اللي خلصت بطوله الدوري خلاص، مع ان المفروض ان كل المباريات تخلص وقت واحد لكل الفرق يعني. ده اللي كان المفروض يحصل، كاننا مش واخدين بس مع اتحاد عدوية الموضوع واحد بالظبط. لكن رغم كده الموضوع كده ما فيش اي نادي هيقدر ان هو يأيد لاعبين محليا عشان يأيدهم افريقيا. سؤالي هنا ان الازمه دي مش بيتعرض ليها بس النادي الاهلي في حاله استكمال بطوله الدوري بعد امم افريقيا، الازمه دي بيتعرض ليها نادي الزمالك ونادي بيراميدز. ليه هما ما بيتكلموش؟
ليه ما حاولوش ان هم يشوفوا حقوقهم فين ويدوروا عليها من وجهة نظر حضرتك؟ من وجهة نظري لان كلاهما او لان كليهما يعني فقد عمليا الامل في بطولة الدوري. فقد الامل في بطولة الدوري. اه بيراميدز هو كده بيراميدز خلاص بره المنافسه، انتهى بره المنافسه، المنافسه الاهلي والزمالك، الاقرب طبعا بالحسابات الاهلي خلاص بعد التعادلين الاخرانيين لنادي الزمالك واللي اعقبه برضو بيان النادي الاهلي الاول للبعض الذي يشكك في قرارات وقدرات الكابتن محمود الخطيب. تسبب البيان الاول بشكل او باخر، الركب خبطت ضاعت 4 نقاط خلاص. ويعني انا شايف بس اكمل بس الفكره، شايف ان القصه سببها ان هو الذهاب لما بعد بطوله الامم الافريقيه مع فقدان بطوله الدوري، هو السيناريوهات اللي عندهم ما تستكملش بطوله الدوري، هم مش خسرانين حاجه، انه يبقى في مطعن على بطوله الدوري مع حكايه الثلاث فترات قيد ومع اللي هو بيبطل البطوله مع عدم تطبيق قواعد اللعب النظيف وتكافؤ الفرص، فبرضه هم مش خسرين حاجه. انت لما هتلعب بعد بطوله الدوري عدم استكمال الدوري لا يفقد الزمالك شيء ولا يفقد بيراميدز شيء، انما يفقد النادي الاهلي كل شيء. وفعلا نقطه حضرتك مهمه قوي حضرتك قلتها، وهي خاصه بثلاث فترات قيد بعد لو الدوري استكمل بعد يبطل الفيفا يبطل وفي احكام سابقه للكاس بتبطل للمسابقات المحليه. ده اللي بيعتمد عليه دلوقتي مين؟ الانديه اللي هبطت رسميا. الانديه اللي هبطت بدليل ان في تكتل بدا يظهر 9 انديه عشان يروحوا الاتحاد الدولي وياخدوا حقهم ان هم يكملوا في بطوله الدوري الممتاز. ساعتها هتعمل ايه؟ هتلعب بقى بالناس اللي صعدت، ما اللي صعدوا دول الدوري الممتاز مع حقهم ان هم يشاركوا، هتزود بقى عدد الفرق ل 21؟ احنا مش عارفين نتحكم في دوري ب 18 فريق، هيبقى 21. طيب خلينا اقول لحضراتكم اخر الاخبار هناك في اتحاد الكره. الاستاذ احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره نزل للصحفيين هناك في مقر الاتحاد وقال لهم يا جماعه ما تستنوش قرارات، خلاص كل واحد يروح بيته، متشكرين ما حدش يبقى موجود دلوقتي، واحنا بعد ساعه تقريبا هنطلع بيان رسمي على الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكره القدم. ده حصل حاليا دلوقتي وانا بكلمكم. هم بالتاكيد مستنيين انتهاء الاجتماع اللي انضم له معالي وزير الشباب والكابتن محمود الخطيب والكابتن هاني ابو ريده، ما سيخرج من هذا الاجتماع من اعتقد قرارات، لازم قرارات مش وقت قرارات. بقى اعتقد قرارات ان النهارده ده واضح كمان ان اتحاد الكره مش عارف يدير، هو بيضطر ان هو لجأ لوزير الشباب اللي واضح ان هو اجرى اتصال بالكابتن محمود الخطيب واكيد هيبقى في حل يعني. أيوة اكيد حل. اكيد طيب في جزئيه برضه حضرتك كنت بتتكلم فيها وهي خاصه ببيان النادي الاهلي الاول اللي هو كان يوم 25، والبعض بيقول لك ودي جزئيه مهمه قوي لان في ناس كتير تقعد تقول لك هو الاهلي لما تعادل من الاسماعيلي طلع البيان بتاعه شايف ان فرصه لسه المنافسه قويه مع النادي الزمالك. يا جماعه الاهلي 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 من البدايات خالص ومن اول بيان طلعه في شهر يناير وهو بيقول يا اخوانا في خلل، دي حاجه، يا اخوانا في خلل، يا اخوانا في خلل. تاني حاجه بقى ايه؟ ان النادي الاهلي يا جماعه هنقولها تاني وتالت وعاشر ما بيتعاملش غير من خلال مخاطبات وجوابات رسميه مع اي جهه رسميه، اتحاد كوره، اي حاجه، اتحاد دولي، اتحاد افريقي، كل حاجه بالخطابات. النادي الاهلي حتى يوم مباراه الاسماعيلي ما كانش جاله اي خطاب رسمي من اتحاد الكوره، لما جاله الخطاب جاله الخطاب قبل المباراه بساعات قليله جدا، فبالتالي درس موقفه بعد المباراه بشهر تاني يوم واعلن البيان بتاعه، بس هو ده سبب اعلان النادي الاهلي البيان بتاعه بعد مباراه نادي الاسماعيلي، لكن الموضوع مش متعلق خالص، خلي يعني عندنا منطقيه اكتر من كده. اتفضل يا دكتور. الاهلي ما بيتعاملش بالصوت العالي ولا كان شغل في ادارته 3-4 في منصب رداح زي ما البعض بيعمل، لكن هو ما بيتعاملش كده. النادي الاهلي نادي مؤسسات، نادي مؤسسي بيتعامل وفق قرارات وفق لوائح وفق قوانين. بس انا عاوز اقول لك انعكاس ده، انا قصدت اقول لك انعكاس البيان بتاع الاهلي، الاهلي لما بيتحرك الركب بتتخبط وده بينشأ عنه عشان بيبقى على حق مش مجرد ان هو النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي لان ربنا اسمه الحق بالظبط، لكن النادي الاهلي حركش يعاير الاهلي بفقدان نقطتين ضاع منه 4 نقاط وفي اسبوع واحد بالظبط، وفي اسبوع واحد مش شهور ولا في اسبوع واحد. عاوزين نقول ما تخافش على الاهلي طول ما على راسه كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب اللي بيمثل طيار وسنين طويله من عمر النادي الاهلي، تاريخ كبير، طيار اسمه يعني ارساه كابتن صالح سليم، من بعده كابتن حسن حمدي، من بعده كابتن محمود الخطيب، والسلسله ماشيه والنادي الاهلي ماشي. النادي الاهلي ما بيقفش على حد، والنادي الاهلي عمره ما بيفرط في حقوقه، بس ليه طريقته
وليه توقيتاته اللي بياخدها، ده اللي عاوزه يفهمه الجمهور. انت يعني البعض اللي بيتكلم عن الناحيه الاداريه للكابتن محمود الخطيب، مش هتلاقي اقوى رئيس للنادي الاهلي في تاريخه قد الكابتن محمود الخطيب. بس خليني اتكلم مع حضرتك برضو بمنتهى المنطقيه والامانه، يعني الكابتن محمود الخطيب قيمه كبيره جدا سواء لاعب او كاداري، لكن ايضا تاريخ النادي الاهلي مليء بالرؤساء العظماء في تاريخه، كابتن صالح سليم، كابتن حسن حمدي. انا ما بتكلمش على الرموز القديمه، لا لا لا، انا اقصد اقول لك ان القوه في الاداره دي عنوان النادي الاهلي وتاريخه، ده يعني على مدار تاريخ النادي كل مختلف من كل مجالس ايام مؤسسه الاول لكن طبعًا. انا بكلمك ان الاقوى في القارات، الاهلي ما كانش بيتعرض للهرتله اللي بتحصل دي، الاهلي ما كانش بيتعرض للاتحاد عدويه ده. الاهلي اللي اسقط في تاريخه 12 اتحاد للكوره، 12 مجلس اداره في اتحاد الكوره اسقطهم النادي الاهلي لما تمسك بحقوقه، لما كان هو على حق واتحاد الكوره على باطل. لكن انا بقول لك مش هتلاقي الحجم الضغوطات اللي تعرض نادي الاهلي ليها في تاريخه قد السنتين اللي فاتوا دول بالظبط. الحرب الشرسه اللي مفتوحه من اتجاهات، اللي بيدفع فيها فلوس بالملايين عشان يتم الضرب في النادي الاهلي. فعشان كده بقول لك ان الكابتن محمود الخطيب هو الاقوى في تاريخ النادي الاهلي قرارات اداريه بحكم ما تعرض له النادي الاهلي. بحكم ما تعرض له النادي الاهلي. طيب، في جزئيه مهمه جدا، واحنا خلاص يعني ناقشنا الملف ده بشكل مستفيض جدا مع دكتور ابراهيم داود، لكن في ظل هذه الاحداث المنتخب المصري لكره القدم، لك ان تعلم عزيزي المشاهد ان خلاص خلال 12 يوم هيبتدي وهتنطلق بطوله الامم الافريقيه، ولازم ان احنا الفتره دي بنكون بنساند منتخب مصر، لكن للاسف طبقا للظروف اللي بيمر بيها او بتمر بيها الرياضه المصريه، بنسانده بقى من اداره التعليم المدني بقى للاسف بسبب هذه الامور كلها مش عارفين نتكلم على اتحاد الكره. لكن انا عايز استغل تواجد حضرتك معايا، مش عارفين نتكلم قصدي على المنتخب المصري، فاستغل تواجد حضرتك معايا ونتكلم على المنتخب. هو صحيح صلاح هيرجع امتى؟ ده بقى سؤال يعني داير على الفيسبوك وعلى تويتر. يا مهندس هبل هيطة قال لسه مش عارفين ميعاد محمد صلاح ينضم المعسكر امتى، وخصوصا ان سابقا من اسبوع زي الدوري هيخلص امتى، من قبل ما نهائي الشامبيونز ليج يتلعب قالوا ان محمد صلاح هينضم مع نفس ميعاد اللاعبين اللي هينضموا يوم 6 في الشهر عادي. واضح برضو ان في سوء اداره في التعامل مع محمد صلاح. ده منعكس يعني بعض المقربين قالوا لي ان هو مثلا تلقى في الفتره بتاعه نهايه الموسم عنده ووجوده للقاهره حوالي 376 اتصال. بامره ايه؟ يعني بامره ايه 376 مكالمه تليفون من اتحاد الكوره، من اول غفير اتحاد الكوره، الامن اللي على اتحاد الكوره، الموظفين في اتحاد الكوره، الجهاز الاداري للمنتخب، الجهاز الفني للمنتخب، اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره واحد واحد، وربما اسرهم كمان يعني. والله واقاربهم حتى الدرجه الثالثه. كل ده حصل لمحمد صلاح. طب ما ليه حق الراجل ان هو يقول انا عاوز اتعامل مع واحد بس اللي هو اول من ابتدى وفتح النار على اتحاد الكره كان محمد صلاح، لو نفتكر اللايف بتاعه الشهير ما كانش بيقصد ان هو يهاجم اتحاد الكره وخلاص، انما هو كان على حق. لان هو دايما بيخضع للوائح وانضباطيه، لكن اتحاد الكوره بيخضع لايه؟ راجل متعود على الاحتراف. الامور الاحترافيه بتدار ازاي والمسابقات وكل حاجه يعني. طيب، لكن عموما حتى لو اجيري عايز يدي محمد صلاح راحه عشان لسه مخلص الشامبيونز ليج تقريبا من 7 8 ايام، اوكي، لكن لازم يبقى في ميعاد تقول لي فيه تعرف الناس محمد صلاح هينضم يوم كذا للمعسكر، يعني ان دي حاجه غريبه وناحيه اداريه برضو عليها علامات استفهام كثيره. لكن رؤيتك للمنافسه في بطوله كاس الامم الافريقيه، وهل منتخب مصر بالقائمه الحاليه قادر على تحقيق هذا اللقب؟ امنيات مش هتبقى وقائع، لانما لو ناقشنا الوقائع هنصدر صوره سلبيه خالص يعني. احنا اللي عارفين ان القوام ده هل هو فعلا قادر على انه يحصد اللقب في ظل المنافسه الشرسه اللي انت هتشوفها في البطوله يعني. طبعا يعني منافسة مش هتبقى، السنغال ومغرب ابرز منتخبين يعني بصراحه. طيب، هل انت استعداداتك كفايه يعني، قوامك هل هو جاهز، هل هو يعني يستطيع انه يحصد اللقب؟ اثنين، هل انت استعداداتك كافيه عشان تحصد اللقب؟ ثلاثة، هل احنا مهيئين نفسيا وشعبيا ان احنا نعمل حالة واحدة اللي هي بتتحاول تتقسم دلوقتي وبتحاول ان احنا تاخدنا في سكة تانية خالص، بينما كان المفروض كلنا دلوقتي بنتشحن، بطارياتنا من جوه بتتشحن عشان قدامنا هدف واحد. هم اللي ارادوا كده. ليه ارادتوا كده؟ مع ان كان الموضوع اسهل وابسط من كده بكتير. يعني لا ناحية معنوية
وشحن جماهيري صح، برغم ان الاعلانات باستمرار ان كل التذاكر نفذت، يعني معنى كده ان في ارضيه خصبه ان هي بتقول ان البطوله ممكن تبقى ناجحه قوي تنظيميا. تمام. طيب احنا السؤال الابرز بقى، ماذا لو مخاوفنا جت في محلها وان الدنيا ما كانتش بتدار بشكل سليم حتى جوه منتخبنا الوطني؟ مين يتحمل ده ومين يتحمل تبعات ده وتداعياته؟ ده سؤال مهم ربما تكشف عنه الساعات والايام القادمه في اواخر استعدادات المنتخب الوطني قبل انطلاق البطوله، واللي استطيع من خلالها ان انا اؤكد ان الحاله العامه جوه الفريق يعني شبه مطمئنه، لكن مش هي اللي كانت المفروض بنعول عليها قبل انطلاق حدث طيب. كبير زي ده. خلينا سريعا نروح لتفاعلات جماهير النادي الاهلي على صفحات القناه المختلفه سواء تويتر او فيسبوك. نبتدي بتويتر ونبتدي بجابر واللي بيقول معاك يا اهلي، واحمد الالف اللي بيقول طبعا مؤيد بشده. عايز اقول لحضراتكم السؤال كان ايه، السؤال كان خاص هل انت مؤيد موقف الاهلي في مواجهه اتحاد الكره ولا لا. احمد قال مؤيد بشده، حسين مختار قال بالتاكيد اؤيد وابصم كمان، ومحمود عبد الرؤوف قال نعم مؤيد ومعاك يا اهلي للاخر، اما نشوف اخرتها ايه مع الاتحاد. ده من خلال تويتر. خليني اخد سريعا جدا عشان خلاص وقتنا يعتبر خلص، من خلال صفحه الاهلي على فيسبوك نشوف التعليقات بالظبط. نبتدي بعصام قال اكيد حتى لو بيوصل لمحكمه العدل الدوليه احنا ورا الاهلي، ده كلام عصام. احمد طه قال لا طبعا لان كل حاجه في مصر ماشيه بالبركه، فيعني الواضح من رايه ان ده اسلوب حياه يعني في مصر. واحمد باشا قال كمان معاك يا اهلي، ومحمد قال مؤيد وبشده. واضح ان التأييد جارف لقرارات النادي الاهلي ومواجهته للاتحاد الكره المصري. دكتور ابراهيم داوود نورتنا وشرفتنا، وكنت سعيد جدا حضرتك معانا النهارده. انا سعدت بيك جدا وسعيد بالحاله اللي موجود عليها جمهور النادي الاهلي، حاله التوحد دي وكل الامنيات الطيبه للنادي الاهلي والجماهير والاعضاء بكل الخير، وان الاهلي في النهايه يعني أنا واثق إنه هيحصل على حقوقه بإذن الله. إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. دي كانت أكيد حلقتنا النهاردة من كلام في الميديا. انتظرونا وحلقة بكرة في نفس الميعاد إن شاء الله الساعة 6 مساء. إلى اللقاء.